طبعا سماحة السيد الحكيم منذ اليوم الأول دعا إلى مبادرة أن تجلس كل الأطراف للحوار وعدم الانجرار، يعني حتى قبل دخول الخضراء واقتحام مجلس النواب، قبل هذا دعا أن الأطراف تتفاهم، وما كان أكو استجابة. حتى قبل استقالة الكتلة الصدرية قال أنا ما أشترك بالحكومة، أنا لا أشترك ويا الإطار ولا أشترك ويا التيار في أي حكومة يشكلوها، سواء منفردين كل واحد وحده أو يشكلون حكومة ائتلافية فيما بينهم متفقين عليها. أنا ما راح أدخل في أي حكومة، لكن أدعوهم أن يقعدون يتفاهمون فيما بينهم. طيب هذا البقاء الأمر هيك شيء راح ينذر بمخاطر أكبر، وهذا يعرض السلم الأهلي للخطر. وفي وقتها قامت الدنيا وقالوا شلون السلم الأهلي، هذا كان استشراف للمستقبل. هسه انا اريد بدا الاستجابه، لان اكو تفاصيل اريد اناقشها. المبادره هذه يعني قصدي اقول هي مو اول مبادره، ما استجيب للمبادرات السابقه، والى الان هذه المبادره ايضا ومبادرات اخرى اطلقت من اطراف اخرى لحد ماكو استجابه واضحه لها.